المغاربة، الذي سمي بهذا الاسم نظرا لأن القادمين من المغرب الإسلامي كانوا يعبرون منه لزيارة المسجد الأقصى. وقد عرف هذا الباب أيضا باسم باب حارة المغاربة، وباب البراق، وباب النبي. يقع باب المغاربة بجوار الجدار الغربي للمربع القدسي، وطوله اليوم 920 مترا، وعلوه 15 مترا، وعرضه متران. بناه المغاربة بأموالهم، وهي أوقاف لأهل المغرب. سمي الباب بباب المغاربة بعد انتصار صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين عام 1187 وتحرير بيت المقدس، وأسكن المغاربة الذين جاهدوا معه عند هذا الباب. وحينما